اشرف بن شرقي شقيقه رشيد بن شرقي، علمت انه عقد جلسه مع امير توفيق خلال الاونه الماضيه قبل دخول المستشفى وقبل العمليه وقبل الحاجات دي كلها، بس عشان ايه؟ ما يجيش واحد يبقى ناصح ويقول لي ده امير توفيق عمل عمليه، ده انا اللي بقول لك ادعي له، ده انا اللي بقول لك ادعي له. قعد معاه قعده وحصل اجتماع، والكلام ده في الاونه الماضيه، ما التاريخ بالظبط ما اقدرش اقوله لك، لكن علمت ان هو في القعده دي اتعرض عليه الواحد ونص مليون دولار. ثم وده في الوقت اللي امير توفيق قال لك في اي لعيبه عايزينه هنجيب. علمت بقى ان رد رشيد بن شرقي اخو اشرف بن شرقي على امير توفيق قال له ما عندناش مشكله ان احنا نيجي النادي الاهلي، لينا طلب واحد فقط وهو طلب احترافي بحت في ظل العروض الماليه الخياليه التي نتلقاها من الدول العربيه، وهو ان احنا عاوزين بس حاجه بسيطه خالص كده يا امير. قال له كام؟ قال له 2 مليون دولار.